مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، صح افطوركم ومرحبا بكم الى هذه الحلقه وعنوانها الرئيس: بين الواقع والمواقع اي دور لاية احزاب. اعترف رئيس حزب يسمى للمفارقة صوت الشعب أن الأحزاب السياسية تعيش نوعا من الإفلاس السياسي بعد تحولها إلى آلات انتخابية مناسباتية. وصرح لمين عثماني أول أمس: نحن أجهزة حزبية مفلسة، كما قال. يعيد هذا الكلام النقاش حول مواقع الأحزاب بالأحرى حول موقع الأحزاب من إعراب ما يحدث في الجزائر، وهي بالتأكيد ليست في محل فاعل كما يؤكد معلقون. أحزاب يتحول رؤساؤها إلى ضمير مستتر عندما يتعلق الأمر بالمشاكل الحقيقية للبلاد أو المصاعب التي يعانيها المواطن أو المظالم التي تزج فيها في السجون يزج في السجون عبرها بمئات الجزائريين ظلما لرأيهم أو نشاطهم السلمي في الحراك، بينهم سبع نساء. بينما يتحول أصحاب الضمائر المستثرة إلى أحرف جر عندما يتعلق الأمر بقضية مثل قضية مجدالة كما يرى معلقون. لن يكون من باب الفتنة والذكاء أن يلاحظ المتابع اليوم الحالة المضطربة التي تعيشها الجزائر على كل المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ولعله من باب نافلة القول التذكير اقتصاديا بالوضع المعيشي الصعب الذي يتخبط فيه المواطن بعد الندرة الكبيرة في المواد الاستهلاكية والغلاء المطارد الذي تشهده السلع وتراجع القدرة الشرائية بشكل خطير، أصبحت معها الطوابير تشكل مشهدا يوميا للجزائريين. وينعكس هذا الواقع الاقتصادي الهش على المطالب الاجتماعية للنقابات سلبيا، ويزيد من الاحتقان الذي يميز علاقاتها بسلطة تعتبر العمل النقابي شكلا من السلوك العدواني تجاهها. ويرى المتابعون أنه على خلفية هذه الأحداث البارزة وطنيا تتمكن الأحزاب والتشكيلات السياسية المعتمدة من الاختفاء وتشغيل خاصية الصمت المطبق، فلا بيانات تتحدث عن الارتفاع الجنوني للأسعار والمعاناة اليومية للمواطن الناخب، ولا تدخلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالحصار المضروب على النقابات والجمعيات المطالبة بتحسين أوضاع العاملين. والأكيد أن الخيبة الكبرى لحجم الزيادات التي تروج لها السلطة لم تكن في أجندة الأحزاب. منظومة حزبية يعتبرها المواطنون كيانا ملحقا بالسلطة حتى وإن ادعى بعضها المعارضة، فهي على استعداد دائم لإنقاذ قرارات السلطة والوقوف حاجزا أمام طموح المواطن ومطالبه المشروعة. كما يرى المتابعون أن حضورها المناسباتي لا يتعدى فترات تتجدد فيها التعيينات في المجالس التي توصف بالمنتخبة. أحزاب حضرت في المشهد فقط حين تعلق الأمر بنشاط غنائي في ساحة عمومية شكل ردة فعل من قبل إمام المسجد المحاذي، فيما لم تحرك ساكنا في مسألة الملف الحقوقي والاعتقالات والمتابعات القضائية التي يخضع لها الناشطون والحقوقيون في الجزائر، ونالت اهتمام حتى المنظمات الحقوقية الدولية. لم يحرك حسب المتابعين الوضع الحقوقي الأحزاب ولم يدفعها للتعبير عن موقفها إزاء التضييق الممنهج على الصحفيين ووسائل الإعلام مع ذكر نماذج الوطن وليبرتي. تشغيل خاصية الصمت أمام الأوضاع الوطنية الراهنة يعتبره المتابعون وحتى من المتعاطفين مع هذه الأحزاب تراجعا عن الواجبات من شأنه الإخلال بموازين القوى السياسية وفتح الساحة واسعة أمام تغول السلطة وتعنتها. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب فتحي غراس، منسق الامدياس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ومحمد الداوي أمين عام حزب الكرامة. سيد فتحي غراس، أي دور أي موقع للأحزاب مع ما يحدث في البلاد؟
السلام عليكم، شكرا على سلام. الاستضافة. السلام عليكم زفلاون، ومس الخير عليكم وصحة فطوركم. الوضع السياسي الحالي مع وسرى بعد 2019 صرا فيه إفرازات، والإفرازات هذه خلقت زوج مواقع. كان موقع اللي حددوا الحراك، موقع الشعب، موقع الثورة، موقع الحراك الشعبي الذي يهدف إلى التغيير الجذري في الجزائر، الذهاب إلى الجزائر الديمقراطية، جزائر دولة الحقوق. وكان موقع النظام طبيعة الحال، وموقع اللي راه يحاول يحافظ على ما كان كانت عليه الجزائر من قبل، معناتها موقع الفساد، موقع الاستبداد، موقع النهب، موقع الحقرة. وللأسف الكثير من الأحزاب السياسية خيرت أنها تتحول إلى، أو تبقى منها جزء تحول ومنها بقي، إلى دكاكين سياسية، مع أنها تبيع الضمائر تاعها، الشرف تاعها، مقابل مواقع داخل هذا النظام. وشاو صاري في الجزائر، شغل كاع، وشاو صاري في الجزائر، الحباس، الحقرة، الناس اللي راهي كما نقول لك المعيشة الغالية، والناس راهي تعاني من هذه الحقرة الاقتصادية والاجتماعية والحقرة السياسية هذه كلها. يعني في الحقيقة الناس راهي، هذه الأحزاب راهي ساكتة عليها. وكي يكون فيتيفار كما هذا، يا نسميها فيتيفار، وفيه نوع من التلاعب في فيتيفار، وفيه تلاعب طبيعة الحال. نشوفه باللي ان الاحزاب السياسيه هذه ولات عندها لسانها طويل، وتهضر بشكل نقولوا وقح، وبهذا التبجح الوقح بدون اي استحياء. غير كما البارح، لو البارح بوضياف بوسيف عام حبس، مناظر سياسي حقوقي حراكي عام حبس، من قبل محمود شكرابي شعل الحراك 18 شهر حبس، من قبل كذلك محاد قاسمي 3 سنين حبس، حاكمين عليه 3 سنين حبس، تجديد محمد تجديد، نور الدين خيمود، مالك رياحي، الصادق لوعيل، صهيب دباغي، طارق دباغي ما بين 18 شهر وعامين حبس. الناس اللي هي في الحباس 800 في الحباس ومتهمين بالإرهاب، لا لشيء إلا لأنهم يمارسون حقوقهم كمواطنين، معناتها العمل السياسي المعارض، معرضة لهذا السلطة ولهذا النظام الفائز الفاسد البائد. هذو قاع، والناس اللي ما زالها تطلع الحباس، النساء 7 نساء راهم في الحباس، هذه قاع ماهيش موجودة، وماهيش ماهمش يشوفوا فيها هذه الأحزاب وهذا النخب السياسية اللي باعت ضمائر تاعها. بينما حدث كما هذا في البويرة، يبقى كل شيء انقلب، والناس ولات تهضر ولسانها طوال. عيب عيب، وشو صار؟ عيب. هاد الناس هادوما، هاد الأحزاب السياسية توقفت على أن تكون أحزابا سياسية، لأن الحزب السياسي هو الحزب، هو الصوت تاع الشعب، الصوت ثمن لا صوت له، ماشي حزب سياسي هو هنا باش يغطي الشمس في الغربال، وباش يلعب دور الحاشية، ودور من يحاول أن يفعل كل شيء باش يغطي على 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 هذا، على على النظام هذا، وعلى ما يفعله من جرائم سياسية ومن جرائم اقتصادية. لذلك أقول أن الشعب الجزائري من 2019، على كانت قبل 2019، ولكن من 2019 وطلع، راه يكشف بشكل واضح بأن جزء كبير من الطبقة السياسية، بس ما نهضرش على الأحزاب اللي خيرت أنها تواجه النظام على كل ما يمارسه هذا النظام عليها من ضغوطات، أنها تواجه النظام من أجل أن نصل بالحراك تاعنا إلى الأهداف تاعه. ونهضرك على هذه الدكاكين السياسية، راه انكشفت أمام الشعب الجزائري، والشعب الجزائري راهو ماشي فقط راهو يواجه في سلطة، ويواجه في منظومة سياسية، والمنظومة السياسية أكبر من السلطة باش نتفاهموا. السلطة هي جزء، السلطة القرار يصدر منها، ولكن التطبيل والتمويه راهو ممارس من طرف هؤلاء الحاشية، هذه الحاشية وهذه البطانة اللي راهي تلعب دور سلبي جدا جدا، والتاريخ راح يحاكمها، لأن الشعب الجزائري سيحقق الأهداف تاعو، والتاريخ راح يهضر عليهم هاد الناس اللي ما كانوش في المواقع الصحيحة كي كان الشعب الجزائري في الموقع الصحيح. طيب، قرأنا فتحي غراس. سيد محمد الداوي، ما رأيك؟ الصورة واضحة بالنسبة لفتحي غراس، والتاريخ يحكم. طيب، بالنسبة يبدو أن هناك إشكال. لا سيد، في يبدو أن هناك إشكال سيد الداوي في الصوت. أنا نسمعك بشكل جيد سيد محمد الداوي، أمين عام حزب الكرامة. ربما في أثناء أن يصلح الزملاء ربما الخلل. فتحي غراس، أعود إليك. كنت تتحدث عن حالات الذين
الاعتقالات، الأحكام، يعني من بين الحالات كذلك الحالة المحزنة التي تنقلها المحامية الأستاذة مريم شيكيرين، حالة كارثة إنسانية. عادل إبراهيم الخليل من الأغواط، فقد كل قواه العقلية، إن كانت الصورة جاهزة ربما الزملاء يضعوها، ما كتبته حتى المحامية الأستاذة مريم شيكيرين إنها كارثة إنسانية. عادل فقد كل قواه العقلية، على القضاء الإفراج عليه قبل أن يقوم بأفعال تضره وتضر كل من معه، واجب الإفراج عليه في أقرب الأجال من أجل متابعة علاجه. اللهم أشهد أنني بلغت، اللهم أشهد أني بلغت. الشاب عادل إبراهيم خليل، هذه صورته، وهناك صورة له أخرى إن كانت جاهزة، صورة وهو رياضي، صورة رياضي شاب في الفنون القتالية يفقد عقله فتحي غراس، وحالات أخرى يعني مؤسفة. حالة أخرى مؤسفة، ونهضر على إبراهيم الخليل الله يشافيه على كل حال، وإن شاء الله ربي يطرق سراحه وشوف النظام، يعني النظام كيفاش هو يتعامل مع الجزائريين، صدر يعصر أو يعصر في الناس. وهو المشكل تاعه أنه ما يلزمش يواجه أمثال إبراهيم الخليل، أمثال مجاهد الشفيق، أمثال إسماعيل الدباي، أمثال حسن فراس، ما يلزمش يكونوا هذو موجودين في الجزائر. هذا المثال ما يلزمش يكون كاين. الحاجة اللي يلزم تكون كاينة في الجزائر هي هذا الدكاكين السياسية. يلزم الناس تولي تكره البوليتيك، ولا كي تحب دير البوليتيك دير البوليتيك تاع 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 واش نربح. هاد الناس، هاد الناس كيما إبراهيم الخليل ولا كيما اللي ذكرتهم من قبل، بالعكس سان اكزومبل، يعني مثال اللي ما يلزمش يكون موجود، لانه يشكل خطر على النظام السياسي. النظام السياسي يريد ان يسحب الشعب الجزائري من العمل السياسي ويولي الشعب الجزائري ممتثل لخياراته. الحاجه الوحيده لا يطلبها من الجزائريين انهم يسكتوا ويوليوا يروحوا يفوطيو باش يقدروا يعطيوا له المبرر باش يصور، ولا ليجون تاعنا اللي ماهوش قابل يبا يحرك. هذا هو الشيء الوحيد. لذلك إبراهيم الخليل، خير إبراهيم الخليل، كان الناس راهم في الحباس، ناس امراض معرضين للموت، اسلام طبوش عنده القلب، مريض بالقلب، قادر ان نابورت كان مومون يديرها فراكتوس. هذا النظام هذا ما على بالوش بهذ الناس، ما على بالوش بالجزائريين، ما على بالوش بالمواطنين، ما على بالو حتى واحد. الحاجه الوحيده اللي على باله بها هو المصالح تاعو كيفاش يحافظ عليها، ويحافظ عليها كوت كوت كوت. لو تطلب الامر ان ابراهيم يمرض 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 ويصالوا انهيار عصبي، ولا اسلام طبوش لا قدر الله يصالوا سكته قلبيه، ولا الناس تخرج مريضه، ولا تخرج منهاره نفسيا ومنهاره جسديا، والشعب الجزائري يركب الخوف باسكو يحب يركب الخوف باش الناس ما تعاودش تولي طيب. وتتحرك وتقول ان النظام هذا ديكاش. الحاجه الوحيده اللي خايف منها هذا النظام السياسي ان الشعله، وان هذه الجمره تاع الثورات تقعد شاعله، والشعب الجزائري ما ينساش بانه مازال موجود مع نظام الاستبداد. والحاجه الوحيده اللي تقدر تحقق السعاده تاعو والسعاده تاع البلاد هذه ان النظام يروح. يبقى معنا كل ما في جهده باش يعصر هاد لي جون، او حاب يعصرهم ويخوف الناس باش الناس تقول خلاص تفكر في البوليتيك، كي تفكر في السياسه تفكر هاد لو تروماتيزم اللي عاشوا في الحبس. هذه طيب. الخطوره تاع النظام. وعندك نخب سياسيه نهضر لك اللي راهي تدور في فلك النظام، الهم تاعها الوحيد انها تدافع على المصالح تاعها وتعمر جيوبها. هاول طيب خلينا نسمع راي سيد محمد الداوي، عاد إلينا الآن بالتليفون. سيد محمد الداوي، أرجو أنك تسمعني ونسمعك بشكل أوضح. هذه نعم تحية لك ولكل الضيوف ولكل من يسمعنا. أسمعك أخي. طب وسمعت ما قاله فتحي غراس مرسق الأمدياس؟ نعم، تحية لكل الإخوة ولكل من يتابعنا ولكل ضيوفك. بالنسبة لنا أخي الفاضل، إحنا في حزب الكرامة دائما كنا نقول أنه ديدنا هو الأمن والاستقرار. نعرف أن بلدنا لم يصل يعني شعبنا إلى الطموحات التي يرقى إليها. للأسف بعض الأحزاب السياسية وبعض ربما نحسبهم على المعارضين أنهم لا يرضون للجزائر أي وضع إلا بالصورة التي يريدونها. ففي وقت بوتفليقة اتفق تقريبا جل الجزائريون والطبقة السياسية أنه كان هناك ظلم وكان هناك اضطهاد، وجاء الحراك المبارك واستطاع أن يغير كثير من الأشياء من الجزائريين. فللآن الرئيس تبون يقول لم أستكمل
لم أستكمل الإصلاحات، فنحن لازلنا في بداية الإصلاحات. السنة الماضية كنا في إطار الإصلاحات السياسية وفي إطار تجديد المؤسسات عن طريق الانتخابات التي كانت انتخابات مسبقة في كثير من الجوانب، سواء على التشريعيات أو المحليات، وأفرزت الآن مجالس هي في بداية عهدتها. أنا لا أفهم ماذا يريد هؤلاء، يريد أن يعني يجي غير الإنسان اللي يعجبهم هما، لا يريد التدرج في الجزائر. فنحن عايشين داخل الجزائر، وأعتقد أن الأخ فتحي أيضا عايش في الجزائر، فنحن لا نقول أن الأحزاب السياسية الآن هي تؤدي دورها كما ينبغي، لأن الحزب السياسي أنشئ من أجل أن يتحسس مشاكل المواطنين ومن أجل أن يتكلم فيها. فالآن لا بد أن نتكلم بلسان أغلب الجزائريين، لسان أغلب الجزائريين هم أبناء مجاهدين وناس عاشوا الثورة وأبناء شهداء، واللي ما عندوش ابنه ما عندوش أبوه مجاهد أو من أسرة شهيد إلا وهو يعرف ما دعانات الجزائر. فالجزائريون ورثوا لأبنائهم أنه أمن الوطن لا يضاهيه أي أمن آخر. نحن نعرف التحديات، نحن نعرف أنه فيه مشاكل اجتماعية في السكن، في العيش، في الحليب، في السميد، في الزيت، نحن نعرف أن هذه المشاكل، ولكن نحن نمشي ونسير إلى أداء وحل هذه المشاكل تدريجيا. فإذا تكلمنا على الأحزاب السياسية، فالأحزاب السياسية عندها نوابها الآن في البرلمان، الآن في خارطة سياسية جديدة في البرلمان، البرلمانيين يؤدون في دورهم ولو أنه دور محتشم. ماذا يملك؟ ماذا يملك البرلماني؟ ماذا تملك الأحزاب السياسية؟ تملك الأسئلة الشفوية، وتملك الأسئلة الكتابية، وتملك لجان التحقيق على الحكومة والرقابة على الحكومة بصفة عامة، وهذا الشيء راهو يتم. أما إذا يريدون منا أننا نزرع الفوضى في بلدنا، وخاصة هذه الأفكار الهدامة التي تفرق بين الجزائريين، فإذا تكلمنا مثلا على ما حدث في البويرة، نحن كحزب سياسي حزب الكرامة نقر بحرية الثقافة ونقر من حق الجزائريين أنهم يمارسوا ثقافتهم، ولكن كنا دائما نقول لا داعي أننا نخلط هذه الأشياء. فالذي يريد أن يصلي في المسجد في المسجد له، والذي يريد أن يذهب إلى دار الثقافة، وكل دور الثقافة على المستوى الوطني حتى في رمضان هي تؤدي في رسالتها. ولما نقول لا، ليس علينا أننا نربط الثقافة دائما بالأشياء الغير مقبولة عند الجزائريين. ففي دور الثقافة هناك مسرحيات، وهناك دروس، وهناك مواعظ يقوم بها أئمة ويقوم بها مصلحون. فأنا نقول يعني الحمد لله في الجزائر أننا نمشي تدريجيا خطوة بخطوة إلى الأفضل والقادم أفضل. فاليوم يعني فرح الجزائريون بأننا اليوم والحمد لله لم نسجل في الجزائر ولا حالة كورونا. اليوم نحتفل بصفر كورونا في الجزائر، صفر وفاة اليوم بالكورونا. فلماذا لا نقر بهذه الأشياء الجميلة الموجودة في الجزائر؟ طيب. ونزرع فقط الأفكار الهدامة، الأفكار التي تفرق الجزائريين، الذين تفشل عزائمهم، التي لا تجعلهم ينظرون إلى المستقبل أفضل. أخي الكريم، أظن أن أي وطني في الجزائر عليه أن يعرف أن بلدنا، وهذه ليست حيتة وليست يعني بيع الوهم، من ينكر أن بلدنا محاطة بالمخاطر؟ الجزائر لم تستقر ولا عشر سنوات ابتداء من الاستقلال إلى اليوم، في كل ما تمرش علينا عشرية إلا ونجد أنفسنا نرجع إلى الصفر بسبب طيب. أعدائنا في الخارج، وبسبب أننا لم نفهم أن الجزائر محتاجة لأبنائها جميعا. طيب، ولكن الأبناء قد يطرح سؤال، ربما ست نساء في الحبس، مئات الجزائريين في الحبس، هل هؤلاء هم الذين خرجوا بسلمية يطالبون بتغيير سلمي؟ ست نساء أو سبع نساء حتى. أستاذي الكريم، أنا أحيي كل حقوقي وكل ناشط وكل شجاع يقول كلمة الحق، ولقد قلنا هذا حتى في الحراك، وكنا من الذين شاركوا في الحراك، ونحن ضد التضييق على حرية التعبير. ولكن في نفس الوقت أنا أقول أنه علينا أن نعذر الدولة الجزائرية في المحافظة على أمنها. هناك أبواق في الخارج معظمهم عندهم مشاكل شخصية مع القانون، ولا أقول مع النظام، عندهم مشاكل مع القانون، ويستعملون أبواق في الخارج لتهديم الجزائر. فأعتقد أنه من هؤلاء، أنا نتحدث عن النساء في الجزائر، عايشين في الجزائر، امرأة في عمرها 65 سنة، فتيحة داودي، امرأة مريضة مسنة في الحبس منذ شهور، لم تفعل شيء، خرجت بسلمية، بالعكس قالت أنا لا مستقبل لي، أنا أخرج من أجل مستقبل أبناء الجزائر، وحالات أخرى. أستاذي
أستاذي الكريم، أنا لا أضع، أنا لا أضع لا كحزب لا أضع مكان أضع نفسي أمام العدالة، ولا أضع نفسي مكان العدالة، ولي الثقة الكاملة في العدالة الجزائرية، وخاصة الآن وزير على رأس العدالة معروف كان في البرلمان اللي هو سي عبد الرشيد الطبي، اللي هو إنسان معروف عليه، هو أصلا حقوقي وأصلا يعني ابن 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 الحقوق وابن العدالة، ولا يرضى بهذا الشيء. ولكن نحن دائما نناشد أنه في هذه الحالات مثل الأستاذة فاطمة داودي وغيرها من الذين ربما أخطأوا أو الذين لم يكونوا يقصدون، فدائما نطالب بالإفراج عنهم. والرئيس تبون مؤخرا يعني في بداية شهر رمضان أو قبله بأسبوع أطلق سراح أكثر من 70 حقوقي، وشفنا من بينهم حتى النائب السابق اللي هو النائب السابق ما يسمى ب سبيسيفيك، شفناه انه هو ايضا كان من بين الناس اللي افرج عليهم. وبالتالي علينا ايضا ان نرى من الصوره الجميله. ودعني الخص هذا القول لاقول انه العداله الجزائريه انا لا اضع مكاني في نفسي، ولكن كل ثقه انها ستقوم بواجبها دون ننسى القانون الرحمه والخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهوريه دائما ثم في عيد. طيب خلينا نسمع. كنت تشير سيد الداوي الى من هم في الخارج، وربما فيها نقاش وجدال، الذين في الخارج يقولون نحن جزائريون كذلك. فتحي غراس اللي يعرف العداله الجزائريه رئيس حزب سجن لاشهر وتم اطلاق سراحه مؤخرا فقط، ويعرف الواقع هو في الجزائر. تفضل سيد فتحي غراس. سيد محمد الداوي كان يقول ما يقول، وسمعت ما قال. والله سيد ما لبديش وانا عايش بين ماوش عايش مع الشعب هذا، بين السيد او عايش في مستوى اخر، ما لبالوش شو صاري كاع، وما لبالوش اصلا الناس علاش دخلت الحبس. راهو كشبك هي في العموميات، الناس دخلت الحبس باسكو عندها اراء سياسيه، الناس دخلت الحبس باسكو عندها مواقف سياسيه، الناس دخلت الحبس وراي تتهم بانها ارهابيه لانها تواجه هذا النظام بشكل سلمي. وكي يهضر على الخارج، الناس اللي هم في الخارج وشام يديروا؟ الناس اللي هم في الخارج راهم يهضروا كيف كيف، عم يعبروا على مواقف سياسيه، والناس اللي هم في الداخل عم يعبروا على مواقف سياسيه. وهذا النظام اللي كان رجله تاع الصح واوي يقول بلي يعني ندافع على الجزائر وندافع على المصالح تاع الجزائر ويدافع على لا سوفرينتي والسياده تاع الجزائر، كانوا يتهمنا بالارهاب ويتهم اصحاب الخارج بالارهاب، واصحاب الخارج هذو راهم متخذين، راهم المنابرهم السياسيه راهي في الخارج، راهي في دول معروفه في انجلترا في فرنسا. غدوه منك علاش ماهوش راح يدير ازمات دبلوماسيه مع هذه الانظمه مع الدول هذه، ويقول بلي راكم نتوما راكم تراعيو في الارهاب، وراكم غدوه منك تخبيو في ناس، ولا راكم عندكم ناس راهم يشكلوا خطر امني على الجزائر، وراكم تعطيهم منابر فرصه باش 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 يقيسوا باش يقيسوا البلاد. صافي بلي باين بلي هذه الهضره ما عندها حتى اساس. النظام السياسي ماهوش حاب الناس دير السياسة، ما حاب الناس يكونوا يطبلوا كيما هاد السيد. السياسة بالنسبة ليه، بالنسبة للنظام السياسي لازم يكون كيما هاد السيد، معناتها يجي يصفق ويطبل ويخبي على المظالم تاع هذا النظام، معناتها الناس لم يدخلوا في الحباس. هو غدوا منك يقول لك لا تبون عنده الحق ويدخل الناس الحبس باسكو هذا خطر على الجزائر، باسكو انا كرئيس معتمد رئيس حزب سياسي معتمد هضرت على اشياء تعبر عن الخط السياسي تاع الحزب هذايا الام دي اس اللي هضرت عليها من قبل، هذا قبل 2019 كنا نهضروا هذا الشيء، وابري 2019 عدنا نهضروا هذا الشيء. ندخل الحبس حاجه نورمال، ندخل الحبس وانا من الموقع تاعي كرئيس حزب حاجه نورمال. اللي جون هذو بلا يدخلوا الحبس باسكو راهم يعارضوا النظام، باسكو راهم يعبروا على الاراء تاعهم بشكل سلمي يدخلوا الحبس نورمال. النظام السياسي هذايا راهو حاب يولي قبل الكاترفاويت، ماهوش قابل تكون كاين حتى تعدديه بالمقاييس والمعايير اللي جاوا بعد 88 ولا كيما عشناها في فتره معينه في فتره تاع بوتفليقه، ماهوش قادر يدير تسويه مع هذه التعدديه المؤطره اللي كانت مؤطره على كل حال. ولكن مع الخرب اللي كان راح فيها سيد فتحي غراس قبل الكاترفاويت. نعم سيد الداوي قال بانه هناك مؤامرات وجزائر مستهدفه والاستقرار مهم، الاستقرار باين باللي الجزائر مستهدفه من مستهدفه من هذا النظام. كي تشوف قدوه منك السلوك تاع النظام، تشوف اصلا الدبلوماسيه تاعو الممتثله الامتثاليه، تشوف التسريبات اللي صراو مع عبد المجيد تبون كيفاش كان يهضر مع بلينكن، التبهديله كيفاش السياده راهي مضروبه. إبا هذا صح ان الجزائر مستهدفه بالنظام هذايا بالمصالح تاعو وبالمطبلين تاعو هذوما اللي راهم حقيقه الحاجه الوحيده اللي يشوفوا فيها هي المصالح تاعو. الشعب الجزائري يعاني نورمال، المعيشه
في الجزائر ولات جهنم. نورمال الناس تدخل الحباس، نورمال الناس تمرض في الحباس، نورمال الناس يتعدوا عليها خارج الحباس وداخل الحباس، نورمال الناس ما يخلوهمش مام با يكون عندهم محاكمات، نورمال صافي يشرعوا لهم بالسكايب، بالسكايب ما يقدرش مام با الحضور الجسدي، هذا حق بديهي. نورمال الناس مات بالكورونا والاكسجين ما كانش، نورمال ما يحسبوش لان الجزائري رقم، آلاف الآلاف ماتوا ما يحسبوهمش لأنهم أرقام، لأن كل أرقامهم مخادعة. أنا خرجت من الحبس نخلعت اللي شفتهم اللي ماتوا ديجا في العائلة تاعي، شيء رهيب بالصح. النظام نورمال، المهم الاستمرارية تاعو هي الحاجة الوحيدة اللي يطمح ليها وهي الحاجة الوحيدة اللي ترضيه. سي بو سا كاع واش صرا نورمال، النار اللي حرقت بلاد قبيل وحرقت لي ريزوتريشون بلارجيري، نورمال كل شيء نورمال ما دام هذا النظام قائم مستمر، كل شيء نورمال بالنسبة ليه. الشعب الجزائري عاني نورمال. الحاجه الوحيده اللي صابها، اللي الحجه الوحيده اللي صابها وقعد كي الكاسيطه المشروخه باش يحارب اي مطمح ديمقراطي في الجزائر هي المؤامره الخارجيه، وهذا شيء مضحك. مضحك مش مؤامره خارجيه، على الناس اللي راهم لي بلوكر مؤامره خارجيه، لي فيسبوكر مؤامره خارجيه، المسيرات السلميه مؤامره خارجيه، معناتها الشعب الجزائري هذا كان محسوب على الخارج. اذا كان كل الشعب الجزائري محسوب على الخارج ولا الاغلبيه تاع الجزائر محسوبين على الخارج، صافي دير بلي هذا النظام هذايا راهو اخطر مما نتصور، راهو يتهم الجزائري بالخيانه. كيفاش هذا، كيف السلطه والنظام تتهم الجزائر بالخيانه ما تحب تحكمهم؟ طيب خلينا نسمع سيد فتحي غراس، خلينا نسمع سيد محمد الداوي. سيد محمد الداوي ما رايك؟ سيد فتحي غراس يقول ردا ان كانت هناك مؤامره على الجزائر فهي هذا النظام ومن يلف لفه. والله يا استاذي الكريم انا لا اريد ان يتحول هذا النقاش الى نقاش بيني وبين سيد فتحي اللي التقيته يعني في بلوتوهات سابقه ان كان لا يذكر، ولكن للاسف يعني انا اتكلم على هذا النوع من الفكر، انه نفس الفكر ربما من استقلال الجزائر وهو يتوارث. فالسؤال الذي اطرحه على الاخ فتحي، متى الفكر الذي تمثله، ما هي الفتره التي رضي عليها في الجزائر من بدايه الاستقلال، يعني من حكم المرحوم احمد بن بلة الى يومنا هذا؟ ما عجبهم لا الوقت تاع بومدين، لا وقت الشاذلي رحمه الله عليهم، لا الوقت تاع الان وقت بوتفليقه، الان وقت تبون، حتى مقبلها ما يقبلوا حتى وقت. يعني ما السؤال المطروح ماذا يريدون؟ نحن نقول أن الجزائر لم تصل للان الى الطموحات التي ترضي كل الجزائريين، ولكن بما ان نحافظ على امن او استقرارنا ونسيجنا ونحن نمشي الى الامام بطموحات اكثر. هو يقول ان الرئيس تبون دخل الناس للسجن، ما هوش الرئيس تبون اللي دخل الناس لاخي للسجن. هناك عداله، لا ينبغي اننا نعلق على قرارات العداله. اذا كان احكام العداله يتكلم عليها سي غراس ويريد ان العداله تسير بالمنظور اللي يراه هو، فهذا شيء، هذا شيء يعني هذا في حد ذاته هو تطرف. انا لما تكلمت على الخارج لم اتهم الجميع في الخارج، ولكن الناس الذين يسيئون الى الجزائر في الخارج معروفون وعندهم كلهم مشاكل مع الداخل ولا يستطيعون ان يدخلوا الى الجزائر، ومشاكلهم مشاكل شخصيه. ورغم ذلك احيي بعض الاخوان الاحرار الصحفيين اللي راهم موجودون في الخارج ويتكلموا بإنصاف ويتكلموا على الشيء الجميل وعلى الشيء السلبي في الجزائر وينتقدون من أجل أننا نصل. فلما نقول الحقيقة يقول عنا أننا مطبلون. نعم نحن مطبلون لبلدنا، إذا كان هذا هو التطبيل فنحن مطبلون لبلدنا من أجل أن بلدنا تستمر وتنتعش ونتحسن، رغم أننا نقول أنه نعرف اللي فيه أزمات، وكنا ننادي حتى أننا نقول أن الناس اللي راهم أسباب في الأزمة، الجزائريون يعيشون أزمة في الزيت، يعيشون أزمة في السميد، يعيشون أزمة في الحليب. فمن هذا المنبر ننادي ونكرر أنه كل وزير كان سببا في الأزمة عليه أن يحفظ ماء وجهه ويستقيل وما يحرج الحكومة وفيه غيره، وفيه الجزائر واللادة ويستطيعوا أنهم يجوا وزراء اللي يسيروا أن القطاعات. يتكلم الأخ فتحي على قال أنه لما خرج من الحبس تشوكا، الحمد لله اليوم أنا نعاود نكرر، اليوم سجلنا صفر كورونا في الجزائر، وهذا بجهود المنظومة الصحية في الجزائر. والحمد لله الناس اللي ماتوا في دول أخرى أنه وين كانوا يسيليكتينو في أوروبا اللي يتغنى بها الكثير، كانوا يسيليكتينو ويخليوا الشيخ يموت وينقذوا الشاب. احنا انتجنا اللقاح 6 أشهر مباشرة بعد خروج اللقاح في دول ربما متقدمة خير منا علميا، انتجناه في الجزائر. الجزائر الآن الجمعيات والحماية المدنية والصحة هم اللي لحقوا في المواطنين ويقنعوهم باش يديروا اللقاح،
عكس جيراننا اللي ربما يتسولون من اجل انهم يحصلون على لقاح ويشتروه واللقاح واللي يروح الفئه معرفه على فئه اخرى. لماذا لا نذكر الاشياء الجميله في الجزائر؟ لماذا لا نذكرها بخير؟ تكلم على الرئيس تبون وقال يعني مهزله في لقائه مع وزير الخارجيه الامريكي. بالعكس، احنا شفنا وزير الخارجيه الامريكي يستمع وينصت باذنيه وكل خشوع وهو ينتظر ويسمع للرئيس تبون اللي لقاه متحكم في الوضع الجيوستراتيجي، ما يحدث في ليبيا وما يحدث على حدودنا الجنوبيه والشرقيه. فلماذا هذه التسريبات نعطيها سلبيات؟ ماذا هؤلاء اخي للاسف اقول هذا الفكر لا يهمه ولا يرضيه الا ان تسقط الجزائر، ولكن هيهات هيهات باش تسقط الجزائر. طيب، ولكن اشرت الى تبون، لا في تبون قال الوزير الخارجيه الامريكي انه لا اشكال الجزائر تعترف بان تكون الجزائر امريكا محكم. تحدث أشاد بالديمقراطية الأمريكية الأسبوع قبل أيام فقط. الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرا عن الوضع القاتم لحقوق الإنسان. يعني المفروض ما دام الجزائر حسب تبون تعترف بالولايات المتحدة كمحكم، تعترف بها بما جاء في تقرير من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، تعذيب، اغتصاب حتى كما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية، وحالات بالأسماء وبالشواهد. استاذي الفاضل، احنا بالنسبه لنا هذه المنظمات الحكوميه وغير الحكوميه، امريكا وفرنسا وغيرهم، نحن نعرف انهم يتكلمون في مصالحهم وانهم يضغطون. احنا نشوف الان الجزائر نشوفوها قبله لكثير من الدول، سواء ايطاليا سواء امريكا، سواء شفنا الاتحاد السوفيتي وغيرهم، كثير من الدول اللي تجعل الجزائر قبله، وهذا يدل على مكانة السياسة الجزائرية ومكانة الاستراتيجية باعتبارها مدخل مهم في إفريقيا وباعتبارها دولة محورية في شمال إفريقيا ومؤثرة في البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي السياسة معروفة أنها هي سياسة مصالح، يعني لا أصدقاء دائمون ولا مصالح دائمة، وأمريكا سوف لن تعطيك صك على بياض. فدائما لما الجزائر تتجه اتجاه لا يرضي أمريكا أو لا يرضي غيرها، فبالتالي راح تضغط عليك بتقارير وتضغط عليك بملاحظات، وبالتالي فاحنا لا يضرنا ولا ينفعنا نقد امريكا او مدح امريكا، نحن ما ينفعنا وما يضرنا. ولكن من مدح امريكا هو تبول الذي اشاد بالديمقراطيه الامريكيه وبامريكا كمحكم. هذا طبيعي على هذا المستوى، طبيعي على هذا المستوى انه رئيس جمهوريه يستقبل وزير خارجيه الدوله. أنا وفعلا يعني نحن يعني هل نقلل يعني من الديمقراطيه اللي راهي موجوده في امريكا والرفاهيه اللي يعيشوها الامريكيين؟ نحن نعترف بها، ولكن لا نقبل انهم يعلمونا واش موجود في بلادنا، نحن نعرف خير منهم واش موجود. طيب، خلي فتحي غراس يعرف ما هو في الجزائر كذلك. لحظه استاذي، في فتحي غراس تكلم في بدايه حديثه انه تكلم قال يعني لا ارى انه هؤلاء اين يعيشون. فيا اخي فتحي، انا اعيش في الجزائر وأعيش في الجنوب الجزائري وأجوب الجزائر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وأعرفها جيدا، وأعرف أنه فيه معاناة، ولكن طموحنا ونظرتنا إلى جزائر أفضل هذا اللي يخلينا أننا نحب هذه الجزائر ونستشهد من أجلها. طيب، سيد فتحي غراس، الجزائر ومن له طرح، كان يقول سيد محمد الداوي أنه هناك من يريد إسقاط الدولة. سيد داوي، حد جويفك، مع قال لك ما ندخلش معاك في نقاش. وبعد ملي بدا هو راهو فتحي وفتحي الراس واش قال، وفتحي الراس واش قال، راك معايا في نقاش، ولكن في الحقيقه ماكش تناقش فيا برك، راك تناقش في الشعب الجزائري. باسكو انت لحد الان ماكش حاب تعترف باللي الناس راهي تدخل الحباس ظلما، وماكش حاب تعترف باللي استقلاليه القضاء في الجزائر غير متوفره، والدليل الرئيس تاعك راهو يقول يسمي الناس اللي دخلت الحبس قبل ما يتحاكموا اسمهم طابور خامس، وسمهم خبارجيه، وسمهم وحطهم باللي راهم يتامروا على الجزائر، بينما مازال ما تحكموش، نمر ما يدخلش روحه. ثانيا، الرئيس تاعك راهو في نفس الوقت يهضر على الامريكان ويطبل الامريكان، ماشي مع بلينكن برك، لا، يطبل الامريكان في لقاء صحفي مع جزائريين في التلفزيون الجزائري، ويقول يهضر على جيفرسون ويهضر على الديمقراطيه الامريكيه كمثال يحتذى به. اذا هذا التقرب من امريكا هذا، يعني لو كان هضروا بواحد اخر تسميوه مؤامره خارجيه وتسميه قدامك امتثال للخارج،
اذا ما كان لا تخطي الشمس بالغربان. عندك انت رئيس تاع الجزائر يسمي روحو رئيس تاع الجزائر وفي نفس الوقت يقول يروح يدير تقرير يدير ان كونتروندو على السياسه الداخليه الجزائريه ولا السياسه الاقتصاديه تاع تاع الحكومه تاعو في الجزائر هنا يعطيها البلينكل. ومن بعد قدوا منك يقول اسرائيل ما عندي حتى مشكل معاها. اسرائيل بالعكس عندنا مشكل واحد انها انا انا نعترفوا بها غدوة بيهوديه الدوله غير غدوة منك يحترفوا بفلسطين. ومن بعد يقول بلي كاع الدول اللي راهي حول الجزائر هي دول تاع مشكل فيها مشاكل ابار تونس ابار تونس هذه يستعدي حتى الجيران تاعو. تخيل غدوة منك العلاقات الاستراتيجيه والمهمه مع موريتانيا ولا مع الدول الساحل ولا مع ليبيا نورمال يقدر يهضرها البلينكل نورمال. ومن بعد يجي السيد يبدا يدافع على حاجه اللي ما ولكن فتحي غراس ولكن السيد الداوي يقول ليست هذه سياسه في النهايه لعب على الحبال الدبلوماسيه. تبوا اليوم استقبل اتصال من بوتين في المقابل والحديث عن العلاقات الاستراتيجيه. ما كانش علاقات استراتيجيه ما بين دوله ضعيفه دوله ما عندهاش موارد القوه دوله مبنيه الاقتصاد تاعها على حاجه واحده بيع البترول وشري كلش من برا وعلى النهب وتهريب الاموال الى الخارج. وعندك نخب سياسيه لاي حاكم البلاد بدو بالناسيوناليتي ودراهمهم كاع في الخارج والعصابات مهربين كاع دراهم في الخارج ومصالحهم مربوطه بالخارج. ما كانش حاجه واسمها علاقات استراتيجيه كان امتثال للقوى العظمى امتثال القوى العظمى وحيط حيط ما يحبوا يزعفوا حتى واحد ما يحبوا يزعفوا لا الرواسه لا لي امريكان لا لي شينوا باسكو ما كانش على من يتكاو اون بليس ما يقدروش يتكاو على شعبهم باسكو ما عندهم حتى مشروعيه. لذلك نظام الاستبداد هذا نظام امتثالي نظام يحاول ان يرضي الجميع حاشا حاجه واحده ما يقدرش يرضيها هو الشعب تاعو. لذلك مانيش السيد يقول لي عايش في الجزائر راك عايش في الجزائر فيزيكمون صح فيزيكمون راك عايش في الجزائر مي الهم تاعك الوحيد هو انك تدافع على من ولي نعمتك. شكون هو ولي نعمتك؟ الناس اللي حطوك لوراك. على بالك بلي الانتخابات في الجزائر اللي راك تشارك فيهم هذه الانتخابات ما هي عندها نساس نراس. على بالك بلي البرلمان هذا ما عنده نساس نراس. على بالك بلي العداله هذه ما عندها نساس نراس. والدليل نهضروا برك حاجه واحده اخرى هذه برك وقيس عليها من ذاك الام يقولوا الكورونا ما كانش او يقول بلي خلاص قضينا على الكورونا وما كانش الناس راهي تمرض بالكورونا. قول لي بالله عليك دوك علاش لحد الان المناضلين السياسيين الحراكيين ما يشارعوا لهم بسكايب مجاهد شفيق وقرايه غير كيما حبوا يشرعوا لهم بالسكايب رفضوا وش الرفض تاعهم راح يكلفهم انهم يزيدوا يجوزوا زيامات واحد اخرين في الحبس. سافودي واش معناتها هذا النظام عنده في يده حاجه واسمها الدوله ويوظف الدوله هذه كيما يحب المصالح تاعو والحقوق تاع الجزائريين ابسط حقوق ماهيش مضمونه. يزم يدخل هذا السيد يشوف هذا البرلمانيين هذوما يروحوا يشوفوا في الحباس لي زارجيلاك شحال عايشين مام صحاب الحق العام يشوفوا لي زارجيلاك شحال عايشين. طيب خلينا نسمع رايه السيد الداوي. بالمناسبه هو برلماني سابق لعهدتين سيد محمد الداوي ما رايك؟ بالمناسبه الكثير من الجدل حول طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن 17 برلمانيا تم اكتشاف قضايا بينهم برلماني يقال أنه تم اكتشاف أنه خدم في الجيش الفرنسي في اللفيف الأجنبي وأصبح عضوا في البرلمان بينما يتم الحديث عن التدقيق بينما من يكتب في الفيسبوك يتم معرفة كل من له نشاط أو رأي في الجزائر بينما من خدم في الجيش الفرنسي عضو في البرلمان. وفتحي غراس كان يقول كذلك عن هذا النظام الذي لا شيء له ليقدم. أستاذي الكريم دعني نبدأ من جديد أنه لما قال يعني ولي نعمتك أنا أتحدى أي كان أنه إذا كان حسبنا على أننا كسبنا شيء من هذا النظام أو من الوظائف اللي تقلدناها. أتحدى أي إن كان نحن نملك سكن خارج حتى من مركز مدينة ورقلة في قرية تسمى قرية الحدب لم ترقى حتى أي بلدية وبالتالي فالحمد لله أيدينا نظيفة. أما قضية الرئيس نتاعك فأنا أفتخر أن رئيس الجزائر ورئيس الجزائريون حب من حب وكره من كره هو الرئيس عبد المجيد تبون اللي راه يؤدي في واجبه وراه يحل في مشاكل الجزائريون يوما بعد يوم. أما في قضية أن الجزائر بلد ضعيف ويستقبل الأمريكيين وغيرهم فهذه مردودة عليك أخي. فالجيش الجزائري من بين 30 جيش
في العالم، ترتيبه من بين أول 30 جيش في العالم، ونفتخر بهذا الشيء، والجزائريون يفعلون ولا يتكلمون. وعند ساعة الحسم ستعرف قيمة الجزائر، والحمد لله هذه الدولة التي بقيت واقفة رغم الأعداء ورغم الداء ورغم كل شيء. إذا تكلمنا على قضية البرلمانيين والحصانة والفساد، هذه من المفروض من الأشياء التي نفتخر بها، أنه في العهدة السابقة تجاوز 40 نائب اللي أحيلوا العدالة والجنرالات والوزراء ورؤساء الحكومات ولا عربون، أن الجزائر ماشية في محاربة الفساد. الآن رغم أننا في بداية العهدة وصلنا إلى 19 نائب برلماني، الأسبوع الماضي العدالة وجهاز العدالة راسل المكتب البرلمان من أجل رفع الحصانة على ما يقارب التسعة للسيناتور أعضاء مجلس الأمة، وتقريبا 10 لديبيوتي. وهذا الشيء اللي يخلي ثقة الجزائريين أكثر في أن الجزائر تتابع المفسدين وتتابع الذين لم يصرحوا بتصريحات حقيقية أثناء ترشحهم لهذه المناصب. وبالتالي فأنا أستغرب الشاعر يقول عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فاليوم إذا كان العيون لا ترى، فالعيب في العيون وليس في الشيء الذي يرى. الآن الجزائر تتجه في محاربة الفساد، وهذا أحسن دليل اللي نشوفوه على البرلمانيين. وكل يوم نسمع وهؤلاء البرلمانيون رغم الفاسدين بطبيعة الحال، أنهم يبحثون عن طرق من أجل تعطيل هذه تفعيل هذه الحصانة. وبالتالي للأسف أن الكلام الذي يقال الآن، الأجوبة موجودة في الباطن نتاعو بأن الجزائر تتجه اتجاه صحيح. أنا أكرر نفس السؤال اللي قلته منذ 10 دقائق، ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ كيف يريدون أن تكون الجزائر؟ نحن الآن عايشين في الجزائر السيفين، والوضع يتحسن شيئا فشيئا. نحن نقر بأنه فيه مازال فيه فساد، نقر باللي مازال فيه أذناب عصابة، نقر بأنه مازال فيه تضييق، نقر باللي مازال فيه رشاوة. ولكن علينا أننا ننظر للمستقبل الذي نعيشه يوما يوم بعد يوم وهو يتحسن. يعني هل يريدوننا أننا نكذب ليرضوا عنا؟ هذا غير معقول. شكرا جزيلا لك سيد محمد الداوي، أمين عام حزب الكرامة والعضو السابق في البرلمان الجزائري. انضم إلينا الآن هشام خياط، ناشط سياسي. هشام خياط، كنت تتابع ربما هذا النقاش وهذا السؤال بين الواقع والمواقع، أي دور لأية أحزاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الدعوة. أولا يعني أتمنى رمضان مبارك لكل الشعب الجزائري ولكل المعتقلين السياسيين ولكل المسلمين والمسلمات في كل العالم إن شاء الله، ربي يقبل منا جميعا بإذن الله. والله هذا عنوان يعني يضع النقاط، يعني يضع النقاط على الجرح، لأنه الحقيقة السؤال يعني ربما الذي يتمم السؤال ديالكم هو هل أصلا عندنا أحزاب سياسية بمفهوم السياسي وبمفهوم أحزاب وفضاءات حاملة لأفكار ومشاريع ورؤى واستراتيجيات وأفكار حقيقية ومدارس لإنشاء نشء سياسي حقيقي مبني على الشفافية وعلى الحرية وعلى السيادة الشعبية وعلى السيادة الوطنية وعلى الوحدة الوطنية وعلى كل هذه الأفكار الجميلة في خلال التي لابد أن تترجم من خلال مشاريع ورؤى واضحة. يعني للأسف يعني أغلبية هذه الفضاءات أو الكيانات السياسية في الحقيقة ليست أحزاب سياسية، هي أجهزة، يعني في أحسن الحالات أجهزة سياسية، وجزء منها أصلاً أنا لا أسميه حتى جهاز سياسي، وإنما هو لجنة مساندة وفقط. يعني هذه الأحزاب اللي تظهر فقط في الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية، وعشرين سنة ما عندهمش لا قواعد ولا عندهم أفكار ولا عندهم مشاريع ولا عندهم رؤى حقيقية ولا نشوفوها مع الشعب في الشارع، ما راناش نشوفوا فيهم الناس هذو أبداً. هذا الناس يجوا في الانتخابات يفتحوا قوائمهم يبدأوا يتصلوا بالناس، أرواح ترشح على القائمة تاعي كأنه عرض للشغل. ليست لا تمارس السياسة بهذه الطريقة يا أخي. السياسة الحقيقية هي السياسة اللي تربي، هي السياسة اللي عندها أفكار، هي السياسة المبنية على قيم، مبنية على مبادئ،
مهما كان يعني المرجعية تاعك، ولكن هل احنا عندنا هذا والدليل أغلبية هؤلاء كانوا مع العهدة الخامسة وكانوا مع العهدة الرابعة وكانوا مع العهدة الثالثة، وكان كانت عهدة السادسة وعهدة السابعة. لو ما خرج الشعب الجزائري في 22 فبراير 2019 ما زالوا اليوم يسبحوا بوتفليقة ولوكان راهو ميت راهو رايس. لهذا هذا الناس هذو في الحقيقة لا يرتقون أصلا لمستوى أحزاب سياسية. هذه الحقيقة للأسف، هذه هي الحقيقة المؤلمة، لأنه هؤلاء جزء منهم جاي يحوس على خدمة، جاي يحوس أنه يحسن ظروفه المعيشية، جاي يحوس أنه يتعرف على أصحاب النفوذ، جاي يحوس يتقرب، ما جايش يخدم بنية أنه عنده يملك أصلا. كي تتكلم معاه الراجل يعني خارج الإطار تماما، لا مستوى سياسي ولا فكري إلا القليل القليل. لهذا أعتقد لهؤلاء مشاركين في الأزمة، مش من اليوم من الزمان، أنهم يعني إحنا نعرفوا البعض منهم، يعني نعرفوهم، كان اللي ما عندهمش حس حتى مقرات، يعني حاملين الكاشي يمشيوا. لهذا لما التغيير يكون لابد على هذا الناس حتى يعني باش كل شيء يرجع لنصابه، حتى تكون فيه حقيقة أحزاب، وتكون فيه منافسة شريفة، وتكون فيه تنافس على البرامج وعلى الأفكار وعلى الإبداع وعلى الابتكار. لهذا للأسف يعني هؤلاء أنا نعتبرهم جزء من الأزمة، ويعني في الحقيقة لما يكون فيه تغيير أعتقد أنه كل واحد فيهم يعود يولي الشغل تاعه الحقيقي، لفلاح فلاح ولبلومبي بلومبي، مع احتراماتنا لكل الناس. ولكن أنا نقول أنه السياسة، أنا دائما نقول أنه السياسة ليست مكان للاسترزاق. السياسة في الحقيقة هي لطرح الأفكار والمشاريع البناءة الإيجابية اللي تحافظ على الوحدة الوطنية، واللي تجمع واللي تربي واللي تبني ناس وأفكار وأخلاق. أخلاق السياسة الحقيقية المبنية على كما قلت حب الوطن وحب الجزائر، مش ناس جاية باش تسترزق ولا يعني باش تحسن ظروفها المعيشية. لهذا أعتقد أنه الأمر خطير، لأنه هذا الناس عندنا 70,000 حزب ولكن ما عدناش أحزاب حقيقية، عندنا ديزانسترومان. لهذا أنا نقول أنه هؤلاء هم جزء من الأزمة، ولما يكون في التغيير أعتقد أنه التغيير راح يمسهم هم الوالة بطبيعة الحال. طيب بالمناسبة ما رأيك عندما يقول هذا التعبير، يقوله رئيس حزب لمين عثماني، يقول أننا أجهزة فقط وهذه الأحزاب، يعني دعني أجد التعبير بشكل دقيق ما قاله، قال بشكل حرفي نعيش نوعا إفلاس سياسي، نحن أدوات انتخابية وأجهزة حزبية مفلسة فقط بعد تحولها إلى آلات أو أدوات انتخابية مناسبتي. نعم هذا هو الكلام اللي كنت نقول فيه، وهذا كلام جامل عنده الحمد لله، هو راه يقول فيه حقيقة. هذه هي الحقيقة المصرى أغلبية ما هي كما قلت، هو قال أجهزة سياسية تظهر في الانتخابات تفتح أحزابها للقوائم، ما تكون من أفراد، ما عندها قواعد، ما عندها أفكار، ما تتحرك طول السنة. السياسة ما تندرش مع الانتخابات. الانتخابات في الأخير ما هي إلا لما تكون يعني ظروف مواتية وكل شروط موجودة، ما هي إلا عرس يعبر وتنافس يعبر عن العمل اللي قامت به الأحزاب طوال السنة من خلال الأفكار والتقرب والعمل الجواري والتحركات والمبادرات السياسية والأفكار فيما يخص السياسة الخارجية والداخلية، ويعني شباب وتعبئة واجتماعات ولقاءات. ما يجي لما تجي الانتخابات تروح تجري تدير قوائم وتفتحها، ما عندهمش. راني نقول لك هذا الشيء كاع يعرفه الشعب الجزائري. أنا يحيرني كان الأستاذ اللي كان يتكلم، على كل حال وكأنه عايشين في عالم آخر، هو عارف الحقيقة. لا رجل طيب، هو ليس معنا في النقاش ربما ليرد، ولكن طرح سؤالا سيد فتحي غراس عليك، يعني سيد محمد الداوي يقول هو كذلك يصر أنه يعيش في الجزائر ويعرف الواقع، ويقول ماذا تريدون؟ فتحي غراس طرح عليك السؤال. يتنحى النظام هذا
هذا واش انا حابين مانيش مضطر باش نشرح له باسكو مش حاب يعترف بحاجه واسمها واقع، مش حاب يعترف بهذا الواقع. البديهيه اننا عايشين لحظات صعبه جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي ومستوى الحريات والحقوق، راهو تراجع كبير ورهيب. سيد مش حاب يعترف، والدليل زلق هضر قال علاش راكم تجينيو، راكم تجينيو هضر راكم تجينيو في الحكومه. تسمى كاين مبدا اساسي تاسس عليه الانظمه التعدديه الديمقراطيه، ان المعارضه يلزم تجيني السلطه، ان المعارضه اللي هنا باش تتبع مثالب السلطه. ثانيا الخطا اللي انا نمارسوه حتى في النقاشات اللي انا نديروهم، سيكون نختصروا الحياه السياسيه داخل اي بلد في الاحزاب السياسيه. نو سي فو، الحياه السياسيه راهي تمارس خارج كذلك الاحزاب السياسيه. والدليل في امريكا مثلا، تروح الامريكا لي بارتي سون الكتوراليست، هذيك الاحزاب اصلا النشاط تاعها نشاط انتخابي بامتياز، ما بين زوج مواعيد انتخابيه الاحزاب ما تنشطش بزاف، لكن المجتمع الامريكي والمجتمع المدني الامريكي مجتمع حي سياسيا، يعني معناتها الممارسه السياسيه راهي ممارسه متواصله خارج الاطر الحزبيه تاعك. المجتمع المواطن في حد ذاته يعرف، لما نعرف المواطن هو ماذا؟ هو حزمه من الحقوق، ومن بين الحقوق اللي باش يكرس الحقوق تاعو يلزم يدافع عليهم، يلزم يداوس عليهم، يلزم يتحرك عليهم هذه الحقوق، وسي صا يشارك في النقاش العام، يشارك في بناء ما يسمى المصير المشترك، يشارك ما بيسي الامه سيكوال، كي نعرفوا الامه ولا اي مجتمع سيكوال سي كوميونيتي دو ديستان، معناتها هي مجموعه تشترك في مصير واحد وتشارك في صناعه هذا المصير. هذا هو السياسه، هذا هو البوليتيك. والحزب السياسي ورشه لصناعه المشاريع، ماهيش ويختزل فيه العمل السياسي. السيد هذا اللي ينتمي الى 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 شيء اسمه كما نقولوا النظام السياسي الحالي، اللي ما عندوش ثقافه سياسيه تاسس على هذه المفاهيم هذه، بالعكس هو الحاجه الوحيده اللي يعرف يدير هذا النظام هو المطرق. اسكيفي بلا ما يمرك فضح روحه وقال علاش راكم تجينيو فينا، علاش راكم تخليو، يعتبر اي معارض اي واحد يجي يقدامك ينتقد السلطه يعتبره متآمر. وزيد بحاجه واحده اخرى، يعتبر باللي ان الشيء الوحيد اللي تقدر تمارس او الفضاء الوحيد اللي تقدر تمارس فيه السياسه هي الفضاءات المسموح لها من طرف هذا النظام، معناتها طرف السلطه، معناتها اما داخل ما يسمى نسميه بالمؤسسات على سبيل التجاوز، معناتها اما داخل المجالس البلديه ولا داخل المجالس الولائيه ولا داخل 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 البرلمان. إبا هذه الحاجة هذه هي ديجا داخل هذه المؤسسات هذه اللي نسميها مؤسسات على سبيل التجاوز لأنها غير منتخبة وهي عبارة عن أجهزة للبروباغندا تاع النظام ولتوزيع غدوة منك الامتيازات. هذه ديجا ما فيهاش البوليتيك، فيها اقتسام، وشنو تيبا اقتسام الامتيازات على حساب وشنو على حساب الشعب. إيش كيفي ما نقدروش نكملوا مع هاد الناس، مستحيل. ثقافتهم، مصالحهم، لغتهم، كيفاش راهم يشوفوا الجزائر تختلف بشكل جذري وبشكل معارض ومناقض لما يبحث عنه الشعب والحاجه اللي ندوسوا عليها. حبينا حنايا الجزائريين يعيشوا داخل حقيقه دوله وين الحقوق تاعهم كلها تكون مكرسه، والحق الاساسي والاول هو ان الشعب الجزائري يكون هو المصير تاعه في يده، والمشروعيه تاع اي سلطه تاع اي مؤسسه في هاد البلاد تتكى على 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 الشعب الجزائري. حاجه واحده اخرى برك باش خساره راح، خساره راح باسكو يهضر غروسيرتي، يهضر حاجه كي قال باللي يبدو اننا فقدنا، ربما يحاول الزملاء العوده اليه يكمل الفكره تاعو. فتحي غراس، على هل ما زلت معنا فتحي غراس؟ على فتحي غراس هل انت معنا؟ يبدو انه سنحاول ربما العوله اليه. هشام خياط، طبعا الجزائريون يعيشون هذا الواقع، الغلاء والاوضاع الاجتماعيه، ايضا الاوضاع السياسيه، الاحتقان السياسي، الاعتقالات، سبع نساء في السجن، مئات الجزائريين، شاب ابراهيم الخليل من الاغواط فقد عقله في السجن، امرأة مسنة فتيحة داودي 65 سنة تعاني، لا عائلة لها،
عزائها الوحيد هو قراءة القرآن وتعاني الأمراض المزمنة، بينما نخب محسوبة على الإسلاميين مثلا طبقة سياسية تثور عندما يتعلق الأمر بقضية مثلا مثل ما حدث في مجدالة الجدل المثار هناك، بينما صمت على مثلا هذه السيدة حتى بالأبعاد الدينية تقبع في السجن ظلما لا لذنب لأنها تخرج بسلمية في الحراك، امرأة مسنة ليست تهديدا على الجزائر، وحتى ربما بمنا نماذج أخرى علي بالحاج المواطن الجزائري ممنوع من الصلاة في المساجد مثلا. لا إدانة لمثل هذه الأشياء لواقع الجزائريين، بينما مسارعة تصدر المشهد عندما يتعلق الأمر بقضايا يرى البعض بأن فيها ما فيها من واقع ولكن فيها ما فيها من مانيبيولاسيون وتحويل أنظار واستغلال كذا. هي أنا البداية يعني سأبدأ بقضية المعتقلين، يعني وإحنا في شهر رمضان الكريم أتمنى من كل قلبي أن يتم إطلاق سراحهم جميعا، يعني حان الوقت لإطلاق سراحهم، يعني هو على كل حال أصل ما يكونوش أصلا موجودين في السجون، نتمناه بإذن الله تعالى يتم إطلاق سراحهم بشكل سريع جدا وإعادة الاعتبار لهم، وهي فرصة يعني فرصة لربما فتح آفاق جديدة. أعتقد أنه مهما كان هؤلاء الشباب أو هؤلاء النساء أو حتى هذا الأخ يعني اللي هو حالة خاصة الحقيقة، وسمعنا أيضا يعني من خلال منشورات بعض المحامين والمحاميات أنه الأخ إبراهيم مدعو إبراهيم يعني فقد عقله، يعني نتمنى أن الأمور تكون واضحة في هذا الشأن والأمور توضح بالنسبة لهذا الشاب اللي موجود في السجن، لأنه ظروف استثنائية وظروفه خاصة، وأعتقد أنه لابد من أخذ هذا الأمر بالاعتبار بسرعة، يعني سواء إنسانيا أو أخلاقيا أو سياسيا أو سميها ما شئت، المهم لابد على هذا الشاب يعني أن ينظر في أمره وأن يطلق سراحه وأن يعالج بشكل سريع، وأن يعني قضيته لازم تتوضح أكثر للرأي العام وتبان أكثر، لأنه من غير مقبول أنه يعني ربما ظروف ما ساعدتوش أو ما قدرش يتحمل وفقد عقله. نتمنى الخير لهذا الشاب لأنه في الأخير شاب في الأصل أنه في مقتبل العمر يعني جاي للدنيا، يعني هذا شيء مؤلم حقيقة. بالنسبة حقيقة يعني فيه بزنسة سياسية، هذا أمر معروف في الجزائر، أنا لا أسمي زيد أو عمير ولكن هذه حقيقة، وهذا أمر مؤسف أيضا لأنه أمور مثل هذه في الأصل حتى تتطلب حكمة وعقلانية وليس محاولة لركوب الموجة واستغلال الظرف من أجل ربما يعني إرضاء أطراف معينة سواء في المجتمع أو في دوائر معينة. أعتقد أنه ما حدث في البويرة يحتاج حكمة ويحتاج عقلانية ويحتاج يعني تبصر، والهدف الأساسي موش كب الزيت على النار ومحاولة لأجأجة الأمور، وإنما لابد من عقلانية في الطرح ومسؤولية أيضا، خاصة في الظروف ليعيشها الجزائريين ناحية الاجتماعية والصعوبات الموجودة، وإحنا في الشهر الفضيل ما ينفعش أنه نجون شعل النيران ونستغل الظروف. أنا شيء يؤلمني سواء كان محسوب على كما قلت أنت التيار الإسلامي أو حتى تيارات أخرى ربما أيضا لتستغل الظرف من أجل مهاجمة أيضا المحافظين ومهاجمة ربما قضية رمضان، وعلى أساس أنه يعني نديروا واش نحبوا بهذا المنطق. أعتقد أنه كلا الطرفين في استغلال المسألة، إضافة لأطراف أخرى ربما تريد الاستثمار في هذا الأمر، لهذا أنا أعتقد أنه لابد من الحكمة والعقلانية، وما تعيشه الجزائر يعني لابد يحتاج حكمة وعقلانية ويحتاج إلى رؤى جديدة وإلى حلول، يحتاج إلى تصورات من أجل حل حالة الأمور، من أجل يعني رفع هذا الغبن اللي عايش فيه الشعب بما يخص غلاء المعيشة الموجود رغم الظروف، يعني انعكاسات كوفيد والحرب بين روسيا وأوكرانيا، الغلاء هو موجود في كل عالم، ولكن في الجزائر أعتقد أنه في ظل تدني ربما مستوى الأجور ويعني الأجور الزهيدة في كثير من القطاعات، حتى بغض النظر عن الزيادات التي حدثت والتي يعني الحقيقة حتى من ناحية الاقتصادية لا أعتقد أنها ستحل الأزمة أو أنها ستشارك في حلها، حتى لأنه مبلغ زهيد جدا
بالمقابل يعني ارتفاع مستوى المعيشه والانفلاسيون يعني الغلاء الاسعار راهو حاسين لكلنا، يعني هذه الحقائق. لهذا انا نقول انه كثير من هذه الاجهزه السياسيه اللي تكلمنا عليها للاسف تستغل الظرف بشكل او باخر من اجل ابراز نفسها وتفويج نفسها على اساس انها موجوده في المجتمع وعلى اساس انها تمارس السياسه، لانه في الحقيقه السياسه الحقيقيه ما يمارسوهاش. وهذه ربما نسميها نوعا ما تفاهات، في الحقيقه كل واحد يحاول ان يستغلها من جهته. طيب. مع انه الاولويات في الاصل اولويات اخرى، هي اولويات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، لابد علينا من الحكمه والعقلانيه في مثل هذه الظروف. طيب. الحكمه والعقلانيه، شكرا جزيلا لك طبعا، وادانه كل التطرف والاستغلال من كل الجهات. شكرا جزيلا لك هشام خياط ناشط سياسي. فتحي غراس نعود إليك، كنت تريد إكمال الفكرة، تفضل باختصار لو سمحت لأننا تجاوزنا الوقت. ما تقدرش تهضر على دولة قوية وعندك 5% من الناتج القومي الخام تاع الجزائر. يبدو أن هناك إشكال، لا نسمعك فتح غراس، ربما يحاول الزملاء لعل يحاول الزملاء إصلاح الخلل. لا نسمعك فتح غراس. نعم تفضل. ما لم نكن نسمعك، تفضل. قلت ما تقدرش تهضر على دولة قوية، يعني رد على السيد اللي كان معك من قبل رئيس الحزب تاع الكرامة، ما تقدرش تهضر على دولة قوية وعندك من الناتج القومي تاعك الخام 5% برك رايح للاندستري. واش هذا اللي يهضروا على جيش قوي يتكى على 5% برك بالاندستري بارابور لو بي بي؟ يعني الناس هادو ما وين راهم عايشين؟ ولا يقال روحوا برك بالمالي والنيجر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا. ما تقدرش تهضر على دولة قوية وأصلا الاقتصاد تاعها مبني على حاجة واسمها بيع البترول وشري كلش من الخارج. ما تقدرش تهضر على دولة قوية وتخاف من شعبها. لي يدير لي قدوة منك تشوفه ويقول لا لهذا النظام ولا هذا السلطة يدخل الحبس. هذا النظام لا يملك القدرة على مواجهة شعبه باسكو ماهوش قادر يحلوا المشاكل. طيب. ما تقدرش تهضر على دولة قوية والسيد يدير قانوني، هما يديروا قوانين ومن بعد غدوة منك ما يلغي القانون يجي. نعطيكم برك اكزومبل، هضروا على لا سبيكولاسيون، قال لك يا خويا لي سبيكولاتور داروا قانون قال لك 30 سنة حبس، 30 سنة حبس، غدوة منك لي سبيكولي هكذايا، وقال لك تبون قال لك غدوة منك امبوسيبل البطاطا تلحق 16000 6000، البطاطا لحقت 17000. طيب. الشلاضة راهي 30000. صادق باللي اصلا الدولة هذه ضعيفة لانها ما تقدرش اصلا تبني موارد القوة تاعها، وباش تبني موارد القوة تاعها واش معناتها؟ يلزم حاجة واسمها ديمقراطية ويلزم حاجة واسمها اقتصاد منتج، مع نظام تاع النهب ونظام تاع الاستبداد ما نقدوش نروحوا للديمقراطية ما نقدوش نروحوا للاقتصاد. شكرا جزيلا لك فتحي غراس، منسق الامدياس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. صح سحوركم مرة أخرى، صح فطوركم مرة أخرى، وصح سحوركم مني ومن كل الفريق. نلتقي في عدد آخر، إلى اللقاء.